التي تريدنا مباشرة من قسنطينة. إذن هي الصور الأولى لنهار اليوم، إلى حين فإن بصور ثانية. إذن هذه الصور تريدنا مباشرة من قسنطينة لخروج مثل ما نشاهد ربما المئات، يصل العدد إلى المئات من السكان قسنطينة للتمسك بمطلبهم المشروع والمتمثل في تغيير جذري للنظام، وأيضا احترام العدالة وتكريس عدالة حقة، ويحاسب فيها كل من تورط في الفساد. إذن مثل ما نشاهد الصور التي تردنا من الساحة الكبرى لمدينة قسنطينة، الأعلام الوطنية دائما حاضرة. إذن رغم الصيام وحرارة الجو، نعم رغم الحرارة ورغم الصيام، ها هم سكان قسنطينة يخرجون إلى الشارع. وأيضا في ساحة البريد المركزي هنالك، ربما سنوافقكم بعد قليل في ببعض الصور التي ستريدنا من هناك، وأيضا مختلف مراسلات